زين، ونشكركم على الاستضافه. اكيد احنا دائما سعداء باستضافتك دكتور، وكان واجب استضافتك لانه هذا الموسم شهد اصابه جزائريين بطريقه رهيبه بالفيروس الانفلونزا ولا لاغريب كما يسموها الجزائريين، هذا المرض اللي ادى حتى الوفيات. اليوم راح نحكيو حول يعني الاعراض، العلاج، وخصوصا النقطه تاع انه في كل مره لما واحد يمرض يشري الدواء، يعني الدواء تاعو يتناوله كل افراد العائله ولا الاصدقاء والاقارب، وهذا يعني يعتبر مشكل. ونذكر الساده المشاهدين انهم يمكنهم طرح اسئلتهم من خلال الارقام الهاتفيه الظاهره اسفل الشاشه، والدكتور عبد الباسط كتفي في حاضر معنا باش يجاوب عليها. اذا بدايه دكتور، اعراض الانفلونزا. اولا الانفلونزا ولا غريب وشني هي؟ هي فيروس واسع الانتشار، انتشر بسرعه، انتشر اساسا في فصلين الخريف والشتاء، يعني وين تكون لا ترانسبيسيون تاعو في الجو تكون سهله. هذا الفيروس يمس ملايين الناس عبر العالم، ويمس ومئات الالاف يقدروا يصابوا، يقدر يؤدي الى الوفاه في الحالات نتاعهم. هذا الفيروس عنده قدره انه يتغير كل سنه تغيرات جزئيه وتغيرات كبيره، تصير من مرحله الى اخرى عبر عشرات السنين، وتؤدي الى انفلونزا قويه. كل عام لازم يغير، وبالتالي اذا درنا الفاكسان العام اللي قبله لازم نعاودوا الفاكسان كل عام، لان الفاكسان هذيك الفيروس يقدر يبقى ايشابي واللي جهاز المناعة ما يقدرش يتحكم فيه. يعني على ما يقولوا لاغريب هذا العام واعر على تاع العام. لما التغير يكون التغير يكون شوية كبير، ولما التغير هذا يكون خارج على نطاق لا فاكسيناسيون سيرتان دوغري، يمد اون غريب فورت. العام هذا كانت فعلا كانت لاغريب نوعا ما قوية بارابور لسنوات أخرى، ولكن في كل الحالات هناك امور نقدروا نتخذوها باش نقلوا من خطوره هذا المرض. من بين الامور ربما دكتور انه الواحد يدير الفاكسا، وقتاش الوقت المثالي انه الواحد يدير تطعيم ضد الانفلونزا؟ هو التطعيم ضد الانفلونزا يبدا غالبا شهر اكتوبر، يعني بدايه الخريف، شهر اكتوبر او شهر نوفمبر يبدا التطعيم ضد الانفلونزا، يعني باش الانسان يحمي نفسه في لما الانفلونزا تكون تبدا باش تنتشر. الحمايه من الاحسن تكون في هذه المرحله. الحمايه من الاحسن انها تمس شريحه واسعه، كل ما تمس شريحه واسعه في المجتمع رايحه تحمي الافراد هما في ذاتهم اللي راهم معرضين، اللي هما هي ستون كاتيجوري سبيسيال تاع الناس اللي راهم عند الانفلونزا تشكل عليهم خطر، وتحمي المجتمع لانها تنقص الانتشار تاع الانفلونزا في المجتمع. وبالتالي كل ما تكون الانتشار تاعها تاع الفاكسان واسع كل ما المرض ينقص في المجتمع. مش واش كون هما الناس اللي راهم لازمهم يديروا لا فاكسيناسيون هذه؟ نعم. شكون هما الناس؟ هما الناس اللي العمر تاعهم يفوت 65 سنه، هذو كامل لازمهم يديروا لا فاكسيناسيون. وشكون هما الناس؟ هما الناس ايضا اللي الاطفال الصغار اللي يقدروا يكونوا معرضين لانفلونزا خطيره. كاين امراض يعني الناس تعاني من امراض معينه لازم طبعا نجولها، هذيك الاساس. والمراه الحامل، المراه الحامل هذو ناكدوا عليهم باش ما ننساوهم، باش خاطر هذو حوايج مهمين اللي هما فئات واسعه. وكاين الناس اللي عندهم الامراض المزمنه، الامراض المزمنه تقريبا الناس اللي عندهم امراض مزمنه يزون لو بريفيلاج سكو كل واحد عنده مرتبط بالطبيب تاعو، والطبيب تاعو رايح يقدم له نصيحه باش يقوم بلا فاكسيناسيون. الامراض المزمنه هي سورتو لي مرادي ريسبيراتوار، لازم لا بي بي سي او دي لا تاسو دو برونش، لي انسوفيزون ريسبيراتوار، لي سيكال اكسيتيرا. اي بي لي مرادي كاردياك، لي ديابيتيك، الناس اللي عندهم نقص في جهاز المناعه، هذو الناس الفاكسان واجب عليهم. فئات اخرى اللي هي ربما تكون الفاكسان مليح لها هي الناس اللي راهم مستكلفين باش يقوموا بالناس هذو، اللي هما مثلا بيرسونيل دو سونتي، ممرضين والناس اللي في المستشفيات، لانهم هما دابور يقدروا يمرضوا ويقدروا ينقلوا العدوى لناس واحد اخرين. وكاين مثلا في لي كراش اكسيتيرا، لي نوفيس اكسيتيرا، اوسي لازمهم اوسي لا فاكسيناسيون. نعم دكتور، فيها مشاهده تسال تقول دكتور كتفي انا اصبت يعني بالانفلونزا، حنتني لا غريب اللي طيحتني مده 20 يوم، الان تعافيت منها، هل نقدر نعاود ندير الفاكسان؟ بالطبع تقدر تعاود دير الفاكسان، والفاكسان يقدر يفا سوسيتي لوميتي نتاعها باش تكون محافظه على الجهاز المناعي نتاعها يكون اكثر. لان اولا
الفاكسان هو الانسان كي يدير لاغريب في جهاز المناعه نتاعو يطور ديجا المناعه، ولكن اولا هل هي الفاكسان هو هل هو الفيروس نفسه والفيروس اللي راح الفاكسان تحمي ضده، وبالتالي الفاكسان راح نعتقدوا دائما بانها تقدم ان بلوس بور لو باسيون ميم سي لا في اون غريب. دكتور، ايضا فيها نقطة أخرى، احنا أحيانا المريض يتعامل بشكل خاطئ مع الإنفلونزا وبالتالي يعني تأثر عليه، يعني في وقت ربما ذاك الفيروس يعني يستمر لمدة، ولا احنا نقول لاغريب تستمر لمدة أسبوع يلقى روحه يعني في أسابيع وطايح الفراش وتعبان، وربما نقدم نصائح للسادة المشاهدين كيفاش التعامل يعني مع في حالة الإصابة بالإنفلونزا أو لاغريب. هو في حد الإصابة بالإنفلونزا وخاصة عند الفئات اللي ذكرناها، يعني اللي فئات أريسك، يعني الناس اللي عندهم الإنفلونزا عندها احتمال باش تشكل خطر عليهم. هذو الإنسان لازم يتصل بالطبيب تاعو، لازم يشوف مع الميدسان تاعو باش يفحصوا ويشوف، لكن هذه اللي عندها إمكانيات المضاعفات شحال الدرجة تاعها، لأن دابور نقدروا نمدوا أدوية اللي هي تسرع الإنسان باش يقاوم لاغريب، سورتو بور إيفيتي لي كومبليكاسيون دو لاغريب. هو المشكل الكبير في لي كومبليكاسيون، باسكو لي كومبليكاسيون سون لي كومبليكاسيون دو لا غريب كي سون مورتال اسونسيلمون عند الناس اللي عندهم الامراض المزمنه خاصه لا فام انسان تيشو جي اج اكسيتيرا. هادو الناس هادو كي الفئه كي يتصل بالميدسان تاعو راح يعطي له اقتراحات من ضد فديتات مو سيمبتوماتيك كونتر لا غريب. اون جينيرال لي تريتمون اونتي فيرو نو سون با نيسيسير، بصح لي تريتمون سيمبتوماتيك نمدوهم باش الانسان يحس روحو في صحه جيده، ولكن لا غريب مباشره تنتقل الى المضاعفات. مثلا الانسان عنده امراض صدريه ينتقل الى اون برونشيت اون سوبيراسيون، يبدا الميكروب يجي واحد ميكروب واحد من وراء لا غريب ويولي الانسان يدخل في لي كومبليكاسيون. هنا اون دوا تريتي لي كومبليكاسيون اي اون دوا سيرفي، لازم ان تكون عندنا تحت المراقبه، نحطوها تحت المراقبه في اي ظرف معين يطلب الانسان باش يدخل بادويه اخرى لي بور ايفيتي لي كومبليكاسيون، يكون الانسان يقوم بلاكسيون في الوقت المناسب. نعم، ايضا دكتور احيانا حتى الناس عاديين يعني تلقاهم 30 35 سنه لكن لما تحكمهم لا غريب تاثر عليهم، وربما انه النوم يعني يقول لك احنا النصائح تاع الناس الكبار يقول لك لا غريب ما لازمش ترقد لها يعني باش ما تاثرش فيك. هل علميا انه الواحد ما لازمش يعني يرقد بزاف خصوصا في ساعات النهار كي يكون مصاب بالسكر؟ هو يرقد، هو ما كانش ثبات علمي من هذا الكلام، ما يبقاش عنده ما عندوش يعني قاعده علميه. هو الانسان يقعد عنده لاغريب لكن عاد قويه ترقد الانسان، وانما الانسان يحاول دائما يقاوم، ولكن اذا كانت قويه راح ترقد الانسان بالطبع. لكن هناك ادويه اللي تخلي الانسان يقاوم، منها لي تاتمو سيمبتوماتيك، لي تيزان، لي فيتامين سي، دو باراسيتامول، لكن عنده مثلا انسان اون سوبيراسيون لي فلويديفيون، اي بارفوا نمدو لي زانتيبيوتيك، لكن شفنا باللي هناك اون سور انفيكسيون، مدو لي زانتيبيوتيك. راح تكون التهابات والتهابات فوالا، ونقدروا نمدو حمايه وسي للناس اللي عندهم دي فاكتور دو ريسك. دونك في الحالات هذو الانسان يقدر يقاوم لاغريب. عند الانسان اللي ما عندوش امراض خطيره لاغريب اون جينيرال جوز بسيطه، والا يجوز مرحله معينه والجسم يعاود يسترجع القوه تاعو، لكن الخطوره تشكل اسونسيلمون عند الانسان اللي عنده امراض مزمنه، هذو الناس تشكل عليهم خطوره حقيقيه. نعم دكتور، ايضا فيه ظاهره احنا عندنا عند الجزائريين انه بمجرد انه يمرض واحد لاغريب معليش بعد ما يشفى اذا مرض شخص اخر في العائله نستعملوا نفس الدواء، ولا يعني بمجرد انه الواحد يشوف روحه باللي حكمته لاغريب ولا زوكامير عند الصيدلي عند الفارماسيا ويطلب انواع معروفه تاع الادويه ايماكس ولا دوليروم ولا غيرها، يعني هذه الادويه المعروفه في مجال محاربه الزكام. كيفاش يعني نصحوا الساده المشاهدين هو خصوصا هو بور اون سامبل غريب، يعني انسان يحس بتيريوم فيبريكول حراره خفيفه صعود الحراره 38 درجه راسه يوجع شويه يقدر ياخذ تريتمون سيمبتوماتيك، هذه ما تشكلش مشكله عند مش مشكله هذه يستعملوها الناس ويستعملوا حتى في بلدان متقدمه يقوموا بهذه الادويه في الامور لما تكون حاله بسيطه، لكن هذا الشيء ما نصحوش اطلاقا عند لي جون اللي عندهم اون غريب سيفير، لان غريب يحس بروحه باللي راهي مسوته بصفه قويه، وما نصحوش هذا الشيء اطلاقا عند الناس اللي عندهم دي فاكتور دو ريسك اللي هما الفئات اللي هي اريسك، فامون سانت، لونفون اباج، اللي عنده الصغير،
للانسان اللي عنده امراض المزمنه، للسيد اللي في عمره، الانسان اللي في عمره اكثر من 65 سنه، هذو ما ننصحهمش اطلاقا باش ياخذوا هذه الطريقه في العلاج. هذو الناس لازمهم يتصلوا بالطبيب المعالج نتاعهم باش ياخذوا الادويه المناسبه. نعم دكتور، كاين بزاف اسئله من عند الساده المشاهدين ما قدرناش نطرحوها، لكن نوعدكم انه الدكتور كتفاحي يكون حاضر معنا الاسبوع المقبل باش نتحدثوا اكثر حول هذا الموضوع، خصوصا الزكام عند الاطفال الصغار. دكتور شكرا كثير دكتور عبد الباسط كتفي على حضورك معنا، طبيب مختص في امراض الحساسيه. اذا مشاهدينا بفقره الصحه نكون قد وصلنا الى ختام المورنينج لنهار اليوم. نشكر كل الساده المشاهدين اللي تواصلوا وتفاعلوا معنا من الثامنه الى غايه العاشرة، بعد قليل نشرة إخبارية مفصلة مع رمزي الوافي. أما أنا ألقاكم غدا بحول الله في شروق مورنينج ليوم الأحد وبداية أسبوع جديدة. تقبلوا تحية الفريق التقني والصحفي، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.